كل التوفيق طبعا للمنتخب، كلنا في ظهر المنتخب ان شاء الله، والجهاز الفني واللعيبه، وده دي امنيه كل اكتر من 100 مليون يعني. فكل التوفيق ان شاء الله للمنتخب في المباراتين الذهاب والعوده، ونكون ان شاء الله موجودين في كاس العالم. دي اختيارات، والمسؤوليه الاكبر طبعا عليه وعلى اللعيبه، كل دورنا ان احنا في ظهره، وان احنا بنتمنى له التوفيق ان شاء الله. اولا هو ماتش صعب جدا، بتلعب فرقه كبيره، فرقه محترمه، فرقه السنغال. طبعا كلنا امل ان شاء الله باذن الله في منتخبنا انه يقدر يعمل حاجه الفتره اللي جايه. ماتش يوم الجمعه كلنا ورا المنتخب، كلنا بغض النظر الاسماء مين اللي هيلعب، بس اتمنى ان اي حد يلعب بتيشيرت منتخب مصر، بتيشيرت اهلي وزمالك. ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونعمل نتيجه ايجابيه، انها تفرق معانا كتير يعني. تفرق معانا كتير في ماتش العوده، تلعب فرقه كبيره عندهم خبرات، ويمكن شفناهم في ماتش في بطوله الامم الافريقيه يعني. كانوا فرقه تقيله، كسبونا بضربات الجزاء، بس كانوا في الملعب هم كانوا ليدر. احنا ان شاء الله في ارضنا مع جمهورنا هتفرق جدا بالنسبه لنا، بنتيجه ايجابيه بسكور لنا هيفرق جدا في الماتش اللي هناك يعني. خليني اقول لك، يمكن انا برضو الناس حاله تفاؤل جميله جدا، ودي حاجه مهمه وحاجه مميزه، ان موضوع الجماهير كمان وانك تلعب في استاد القاهره ده هيبقى عامل ايجابي مهم بالنسبه لك. خليني اقول لك طبعا ان في البعض بيفكر ان طبعا كاس الامم الافريقيه والنهائي حصل للسنغال على البطوله، لكن برضو في بعض الظروف انا شايف ان هي كانت مساعده منتخب السنغال، اهمها طبعا حاله الاجهاد اللي ظهرت على منتخب مصر، خاصه ان احنا اخر 3 مباريات لعبنا وقت اضافي على عكس منتخب السنغال ما لعبش مباريات اضافيه خالص. الفرقه كمان اللي كان بيقابلها سواء بوركينا فاسو او جزر القمر مش بنفس امكانيات الكولدوفار او الكاميرون او السنغال، دي كلها يعني كانت حاجات اثرت بشكل عام على الاداء. النواحي الفنيه انا شايف ان مستر كروش دلوقتي الفتره اللي فاتت دي كانت كافيه بالنسبه له، تعرف على اللعيبه، تعرف على طريقه اللعب، تعرف على التشكيل كمان. الاهم ان انت كمان بتدرس المنافس يعني. يمكن خليني اقول لك برضو، علشان احنا في حاجات انت عارف، لعيب الكره اللي هو المهاري والسريع بيحب الملعب كويس، واستاد القاهره في المميزات دي يعني. استاد القاهره ارضيه ملعب كويسه، واسع، في مساحات واسعه كبيره. اتمنى طبعا ان مستر كروش يحاول بقدر الامكان تكون دايما الخطوط كلها متقاربه.